الفقرة دي مخصصة لبعض الأبناء العاقين للسودان، مثلا زي الشفع ديل المقرر بيهم أصبحوا وقود للمعركة ومصرين إنه الجيش ما دخل المهندسين بعد تأكيد عدد من وسائل الإعلام. العريس ود البرير لكن ما عصرت على الشفع ديل، مجنون بيك جن. الرحمن الرحيم، أسمع عندنا جناب عبد العزيز دار يتكلم عن الناس اللي بيقولوا خشوا المهندسين، ناس الشعبي، ناس عبد البرير قالوا خشوا المهندسين، إن أخونا عبد العزيز دار يتكلم لهم حاجة، لكن هم طبعا ما صادقين، ما خشوا المهندسين ولا أي حاجة، لكن أخونا عبد العزيز دار يتكلم فيهم حاجة. أبدأ أخونا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم. والبيئة شايفات يا راي دي وطلع لك إعلان أنا جوا المهندسين، جوا المهندسين، والله المهندسين دي ما بتقدر لها البريد. ها يا ولد الأشبالي شايف ناسي؟ ها؟ شايف نجي والله يا هندي جوا المهندسين، لا تقول نحن ولا مكيفات. نحن الصحراء نبل، تعرفهم؟ نحن نحن ذات أي، لا ناس مكيف لا ناس سيناي. أي، ما تجد أنت تعال الميدان، تعال أرض الميدان، لا الكذب مين ينفع، الراجل دايما مين ينفع. على ارض الميدان، احنا حاليا في ارض الميدان وفي المهندسين تحديدا. اي تعالنا في المهندسين تحديدا، احنا لسه في ارض الميدان ان شاء الله. وزارنا الشعب السوداني اطمن جميعا، اطمن جميعا، لا اندرمان لا غير اندرمان، ما في حاجه استلموها نهائيا. اي لا اندرمان لا اي حاجه، احنا السوداني في غرب عني والله. اي ما تجيبونا في عريضنا دي حجوه.